خليني اقول لحضراتكم خلال الايام من يوم العيد يمكن لحد النهارده سيد الرئيس موجود في العلمين. فكره الموجود في العلمين، هل هو في اجازه؟ هل هو ما بيعملش اي انشطه؟ لا بالعكس، يعني بينزل وبيلتقي بالمواطنين. كان اول فيديو شفناه وشغل كل الشارع المصري تقريبا انه التقى بمجند وقعد يساله عن مرتبه، عن هو بيشتغل في ايه. الولد المجند قال انه هو كان بيشتغل في مكتبه والده. سيد الرئيس قال له كلمه انا دايما بقولها لاخواتي، للاولاد اللي بقابلهم صغيرين، للشباب اللي لسه طالعين، اللي هي ايه بقى؟ اطحن نفسي، ما اكلش وما نمشي ولا حد يغلبني ابدا. ده مبدا في الحياه، ما دمت عايش انا لازم ابقى طول الوقت على قدر المسؤوليه في العيشه دي. ما اطحن نفسي، ما اكلش وما نمشي، ده اللي قاله سيد الرئيس نصا، ولا حد يغلبني ابدا، انت لسه صغير. قال كده المجند اللي كان موجود، لانه كان بيقول انا عندي مكتبه لكن انا مش عارف بكره هيبقى ايه. خلينا نطلع نشوف كمان، لانه التقى باحد الاسر في العلمين، وهنرجع نكمل مع حضراتكم. حابة أقول لحضراتكم إحنا كلينا حلقة في العلمين من شهور قليلة جدا يعني، والفرق واضح جدا من شهور قليلة للي شايفينه النهاردة لمكان يحتوي السيد الرئيس إنه يقعد فيه الكام يوم دول كلهم، طبعا بكل المجموعة اللي حواليه. أكيد الدنيا بقى فيها تطور رهيب من يوم ليوم، في أي مكان بنروح بنصور فيه بيفرق فرق كبير جدا. كمان التقى السيد الرئيس بأحد العاملين في مدينة العلمين وأسرته، وبنته في سنة أولى ابتدائي وبنت في تانية ابتدائي، وقعد يسألهم أنتوا بتعملوا إيه ومبسوطين، وقال له مرتبك كام؟ رد عليه وقال له الحمد لله مستور. ده حال المواطن المصري الرائع دايما. خلينا نطلع نشوف مع حضراتكم ونرجع نكمل. اسمك ايه؟ جنات، اسم جميل. وانت يا حلو؟ رحمه. رحمه ما شاء الله. وانت يا جميل؟ ادم. ها ادم، ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك يا ريس. احنا اولادك. اهلا وسهلا. انتوا مين بقى؟ انا روبي. جيت تقعد وقت هنا؟ لا انا شغال هنا. شغال هنا؟ بالك قد ايه؟ ماشي. تقبض كويس؟ الحمد لله مستور. الحمد لله. ربنا يبارك لك سعادتك يا رب يا رب، وعمر على عمر ان شاء الله، ومصر دايما بخير فيك ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. تقبض كام؟ ما تبقاش قدام الله بنفس اليوم وربنا مستور. عايز تطلع ايه؟ عايز تطلع ايه؟ ادم عايز تطلع ايه؟ جيت؟ ده انا سعيد ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. اه والله انا ربنا يبارك يا شريف. هم دي الايدين الشغاله دي، ايدين فيها البركه. روح الأبوة اللي شايفينها دي مهمة جدا، يمكن رسائل وكلها طمأنة للمواطن المصري البسيط العادي جدا، اللي هو لا رجل أعمال ولا هو في الحكومة ولا هو هيئة طبية ولا قضائية ولا دبلوماسية، ومواطن عادي جدا هو وأسرته. تخيلوا أب خارج بأولاده يقابل السيد الرئيس، تخيلوا أم هي وزوجها خارجين يلاقوا نفسهم بيلتقوا برئيس الجمهورية، واقف بيتبادل معهم أطراف الحديث، بيسألهم عن حالهم. كل الأسئلة دي مش رايحة في الهوا زي ما حضراتكم فاكرين أبدا، ده كل الأسئلة دي بتسجل في ذاكرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكيد في حوارات أخرى لم تذاع، دي اللي بيتبني عليها بعد كده بكرة هيكون في إيه، علشان الولاد دول يبقوا مرتاحين، عشان باباهم ده يبقى واقف الوقفة المطمنة دي، علشان مامتهم تبقى واقفة بتدعي للسيد الرئيس بطولة العمر الفترة الجاية. يعني اكيد اكيد ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا ريس، زي ما انت بتسعد الناس اللي بتبقى واقفه، ومش اللي واقفين معاك بس، وكمان حتى اللي بيقعدوا بيشوفوا الفيديوهات دي كمان.